مرحبا بكم في 100% بخونو. الأرقام المرشحة للفوز بسباق الحدث في التجمع اليوم هم: رقم 1، مشاركتين مشرفتين خلال الموسم الجاري، كتجعل من المرشح الأول بكل تأكيد. رقم 6، مرتبة رابعة في آخر خروج لها، كتشكل ثنائي قوي جدا رفقة الراكب المتميز زهير مديحي. رقم 5، رغم تعثرات نشيد تام كي تتعبر من أقوى الخيول المشاركة، حذاري من هذا الرقم القوي. أرقام غد نفسها كل من رقم 2، رقم 18 ورقم 10. أما العنصرين اللي ممكن يوم يفاجئونا في السباق فهم رقم 13 ورقم 3. كنتم مع 100% بخونو، نخليكم مع توقع الجريدة دغوي. سباق انا اخترت رقم 1 عند الركن المتميز واعت من المنير والمسافه ديال 1400 متر في الصالح ديالو. في المرتبه الثانيه اخترت رقم 2 عند الركن المتميز كجل عمر والمسافه ديال 1400 متر كذلك غادي تساعدو بزاف وتنتمي لاستابل اللي قوي هذه الايام. في المرتبه الثالثه اخترت رقم 18 عند الركن المتميز ويب بن احمد، عامل الوزن ديالو اللي غيكون في الصالح ديالو تنتمي لاستابل قوي واستابل محمد كريمي. اخونا قدروا خافوا من فهاد السباق، عندنا رقم 6 رقم 10 ورقم 13، تنقولوا المفاجاه ديال السباق رقم 3 ورقم 5. أما الآن نتابع توقعات مختلف الجرائد الوطنية. يمكنكم متابعة جميع حلقات 100% بخونو عبر قناتنا على اليوتيوب. نهاية الحلقة، حظ موفق للجميع.